بهذا الفيديو ان شاء الله رح اشرح لكم تحديات الاسبوع السادس للسيزون 4. رح لكم عن تحدي وولفرين اللي هو رح يفتح لنا السكن ان شاء الله. وبنهايه هذا المقطع ان شاء الله رح اعمل جيف اوي لشخصين على $20، فبدي اياك تكمل المقطع الاخر لتشوف موضوع الجيف اوي وموضوع وولفرين وكل شيء عن هذا الاسبوع. فقبل ما ابلش الفيديو تبعي بتمنى اذا انت اول مره عم تشاهد الفيديو على القناه تشترك وتفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو برايك لانه رايك بيهمني بالتعليقات. وفي شروط طبعا للجيف اوي رح اكون حاطه بنهايه هذا الفيديو. فيلا مع بعض، فيلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بالنسبه لتحديات الاسبوع السادس وتحديات وولفرين، هلا اول شيء خلينا نبتدي بتحديات وولفرين. تحديات وولفرين اليوم ان شاء الله راح يفتح معك السكن لو انت خلصت التحديات الخاصه بولفرين. تحدي اليوم ان شاء الله من تحديات الاسبوع السادس لولفرين بيطلب منك انك انت تروح تقتل وولفرين بمنطقه ويبنجود. طبعا منطقه ويبنجود مثل مظاهر امامكم هي منطقه الغابه. يا شباب الموضوع صعب جدا لانه وولفرين كتير قوي وكتير معرق بالنسبه للعبه حاليا وقدراته كتير قويه، فانا بدي منكم انه انتم تاخذوا بالكم من هذا الموضوع ولا تنزلوا هلا تاخذوه. يعني لا تنزلوا هلا لما تفرجوا انتم اول يوم عن التحديات او ثاني يوم، استنوا يومين ثلاثه لما الناس تخلص هذا التحدي مشان تقدروا تنزلوا تلاقوا وولفرين بشكل ابسط وبشكل افضل لحتى تقدروا تقتلوه مشان ما يكون في ناس ويكون معكم وولفرين. فالتحدي بيطلب منك انه انت تقتل وولفرين لتاخذ السكين تبعه. بالنسبه لولفرين وين تلاقيه بالضبط؟ هدول هن اماكن تواجد وولفرين بكل الماب تبع منطقه ويبنجود. منطقه ويبنجود هو بيكون عم يمشي فيها او يتمشى بهذيك المنطقه بشكل عام، انت بتلاقيه عند الخط الاصفر عم يتمشى بهي المنطقه، يعني عند الخط الاصفر بتلاقيه عم يروح ذهابا وايابا بهي المنطقه. هيك ما بعرف اذا هيك بيقولوها مزبوط بالفصحى او لا، المهم بتلاقيه عم يروح بهي المنطقه ويرجع، بس هي شغلته يروح ويجي يروح ويجي من هي المنطقه. اما بالنسبه للمناطق الثانيه اللي عليها نقط صوت بتلاقيه واقف هنيك وعم يتحرك حوالين حاله قريب على حاله، ما بيمشي كثير مسافات. اما بالنسبه لمنطقه ويبنجود محل الاصفر بتلاقيه عم يروح ويجي بهي المسافه كلياتها، فانت بدك تلاقيه باحد هدول المناطق عند العلامه السوداء او عند العلامات السوداء عم يروح ويجي عند الصفار. بالنسبه لتحديات الاسبوع السادس هلا رح اشرح لكم اياهم. الاسبوع السادس ان شاء الله الاسبوع السادس في التحديات وفي تحدي جديد مو معروف شو هو، بيطلب منك تدمج بسلاح جديد وكثير شغلات جديده بالنسبه لهذا الاسبوع. انا رح اشرح لكم التحديات واقول لكم على هذا التحدي. بالنسبه للتحدي الاول، التحدي الاول بيطلب منك انك انت تفتح 7 شيست بمنطقه ويبنجود. كمان بتنزل منطقه ويبنجود بتفتح 7 شيست او 7 صناديق تبع الاسلحه وبتخلص هذا التحدي. طبعا هيك جميع اماكن الصناديق موجوده امامك منطقه ويبنجود، بتقدر تلاقيهم كذا مكان وفي بيت فيه 5 صناديق لوحده. بالنسبه للتحدي الثاني، التحدي الثاني بيطلب منك انك انت تجيب التت اتلات بمنطقه ميستي. منطقه ميستي اللي زارها امامكم كل عليك انك انت تروح لهنيك تجيب التت اتلات او تقتل التت اشخاص بشكل عام، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. بالنسبه للتحدي الثالث، التحدي الثالث بيطلب منك انك انت تجمع 300 حجر بمنطقه كورال كاستر. منطقه كورال كاستر اللي زارها امامكم يا شباب كل عليك انك انت تروح لهنيك تجمع 300 حجره او ستون يعني حجر بشكل عام لحتى تخلص هذا التحدي. بالنسبه للتحدي الرابع، التحدي الرابع بيطلب منك انك انت تاكل سمكه واحده ليجندري او تستهلك سمكه واحده ليجندري. بالنسبه للسمك الليجندري يا شباب هي الصوره الظاهره امامكم للسمك الليجندري، معنا 3 سمكات ليجندري، سمكه مادس. طبعا سمكه مادس بتطلع 0.100% كثير كثير قليل بتطلع يعني، والسمكه الثالثه اللي هي اللي بعدها اللي بتكون بتعطيك كشف الاماكن، والسمكه الثالثه اللي هي بتغير لك على الرؤيه الحراريه. انا بالنسبه لي واسهل شيء لي خد السمكه تبع الرؤيه الحراريه لانها رح تلاقيها بسرعه، وبتلاقيها عند البحيره الصغيره اللي قريبه على ليزي، بتروح لهنيك بتلاقيها هنيك وبتقدر تصيد هنيك كتره، يعني بتصيد هنيك منها بتلاقيها بكتره بهذيك المنطقه، فهذا التحدي بتخلصه عن طريق هي السمكه اسهل شيء وافضل شيء. بالنسبه للتحدي الخامس، التحدي الخامس بيطلب منك انك انت تستهلك 10 عناصر معلبه بمنطقه هولي هيج. طبعا ال10 عناصر معلبه اللي ظاهرين امامكم هدول هنن بتلاقيهم موجودين هيك بالارض او زرعه صغيره قدام بيت فيها تقريبا 10 وحدات، فانت بتقدر تخلص المهمه من اول مره، بتروح بتاخذ ال10 بتحملهم وبتدمج حالك وبتاكلها، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. هدول هنن ظاهرين امامك منطقة هولي هيج بجنب بيت صغير، هيك في كوخ صغير او في خيمه صغيره وفي شيست هنيك بتخلص هذا التحدي. هذا هو التحدي سهل جدا وبسيط. والتحدي السادس بيطلب منك انك انت تاخذ الزبلان من منطقه ريتارو لمنطقه ستيمي ستاكس. طبعا ما في هيك زبلان طويل مره واحده، فهذا التحدي كيف رح يصير يا شباب؟ اول شيء بتنزل منطقه ريتارو وبعد منها بتلاقي مثل عواميد كهرباء، بتروح لهنيك بتاخذ الزبلان بتضل عم تمشي على عواميد الكهرباء وبتضل عم تستهلك الزبلان هيك لتوصل لمنطقه ستيمي. بس الموضوع بسيط، وانا طبعا اللي حتركك هلا مع فيديو بورجيك كيف تساوي هذا التحدي لانه فكرته شوي غريبه هيك، يعني ممكن في ناس ما بتعرفه او مو مكرر مع هذا التحدي. هذا التحدي مكرر من زمان انا لعبانه قبل هلا، فهلا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك هذا التحدي كيف تساوي.
وبالنسبة للتحدي ما قبل الأخير يا شباب، تحدي ما قبل الأخير غريب جدا وأول مرة بشوفه معنا بهذا السيزن. بهذا التحدي بيطلب منك 1000 دمج باستخدام جهاز الصدمات أو سلاح الصدمات الخاص بالفهد الأسود بعد ما تنزل الشخصية نوك أو بعد ما تنزل عدو نوك. هذا التحدي يا شباب بيطلب منك أنك أنت تعمل 1000 دمج، تمام؟ نحن رح نعمل 1000 دمج ولكن أنت بعد ما ينزل الشخص نوك، يعني بتنزل سكواد بتنزل أي شخص كان نوك بتحطه خلاص نوك وبتاخذ السلاح اللي هو جهاز الصدمات وبتقتله فيه بتفنشه 100 فيه لحتى يحسبوا لك 100 من 1000. ولكن السؤال اللي بيطرح حاله انه مين سلاح الفهد الاسود ومين السلاح الصدمات، مين هدول، شو هدول، شو عم يأمنوا معنا بهدول التحديات؟ ما بعرف وين في سلاح صدمات خاص بالفهد الاسود، ما كنت اعرف. انا هذا التحدي مو معروف، يعني هذا تسريب من لفات اللعبة، متوقع انه ينحذف او متوقع ينزل سلاح جديد معنا باللعبة وقت التحديات، الله اعلم. يا هو لح ينزل سلاح جديد يا اما لح ينحذف هذا التحدي. هيك بالنسبة للتحدي ما قبل الاخير اللي بتعمله انت ورفقاتك اللي هو بيكون على اكس بي اكتر، عوض ما يكون مثلا على 25000 اكس بي بيكون على 80000 اكس بي او 60000 اكس بي، هذا مع الاصدقاء بتساوي، يعني لما تنزل سكواد ورفيقك يعمل النوك هذا انت بنحسب لك وهو بنحسب لك بنفس الوقت. بس ما بنعرف مين الفهد الاسود معنا باللعبة ومين سلاح الصدمات او شو هذا سلاح الصدمات، ما بنعرف شو هو لحد هلا. فانا شرحت لكم هذا التحدي، يا اما بنحذف يا اما بنزل السلاح الجديد وبتساووا بهالطريقة هاي. وبالنسبة للتحدي الاخير، التحدي الاخير يا شباب بيطلب منك 500 دمج بمنطقة سليربي. كل اللي عليك انك انت تنزل بمنطقة سليربي تاخد اي سلاح كان وتروح تشوف وين الاعداء وتروح تذبحهم، اي شخص كان اي لاعب حقيقي بتروح بتدمجه 500 دمج وهيك انت بتخلص هذا التحدي بمنطقة سليربي فقط. تحديات سهلة وبسيطة كلها يا شباب، حاولت اشرح لكم اياها قدر المستطاع، ولكن في تحديات غريبة معنا ماما، يعني مثل هذا تبع الفهد الاسود تحدي غريب كتير. هذا التحدي تسريب ممكن يتغير ممكن ينزل سلاح، انا شرحت لكم كل شيء بالنسبة للتحديات. وبالنسبة للجيفاوي يا شباب، الجيفاوي ان شاء الله راح يكون على 20 دولار لشخصين. بدي منك بس تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تحط لايك، تكتب كومنت حلو برأيك، ولو حابب تدعمني على صفحة الفيسبوك نيمو تلاتي أو لزارة أمامك موجود الرابط تبعها تحت بالوصف، وموجودة على الفيسبوك بتكتب نيمو تلاتي أو بتلاقي نفس اللوجو ونفس الاسم، فوت اشترك هنيك بالصفحة مشان بس مباشر لو حابب تشوفني بس مباشر كل يوم. وبالنسبة ل 20 دولار وين رح يكون السحب تبعه؟ رح يكون على تعليقات اليوتيوب، يعني تعليقات اليوتيوب. هلا انت اعمل تعليق على اليوتيوب وحط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد لحتى انا اعمل السحب على احد الاسماء الموجودة بالتعليقات. بس هذا هو موضوع الجيف اوي، فاتمنى يكون عجبك موضوع الجيف اوي. ولو حابب طبعا تدعمني على الفيسبوك يا ريت، انا مو الموضوع مو اجباري انك انه علق هنيك ما تعلق هنيك، انا يعني يا ريت انك تدعمني هنيك بس مشان موضوع الجيف اويهات والفعاليات والقصص هي. لو لقينا في دعم على الفيسبوك ان شاء الله رح يكون في هنيك كمان فعاليات وجيف اوي. شكرا لكم يا شباب، كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 لزار امامكم، لو حابين تستخدموه تدعموني بتشكركم وبرعايه الله.